بسم الله الرحمن الرحيم. Good news for XI for XAI. طبعا البرامج هتكون GNF 00 XAI. طبعا أول برنامج 00 موجود على التليجرام، وسنستعرضه في هذا الفيديو. وتاني برنامج، طبعا أول برنامج 00 وهو للعناية بالإنسان يعني، بس نعطيه المعلومات وممكن يراقب على الاختبارات وممكن يعمل التصنيف لمن يعمل مثلا في الصحة، من يعمل في التعليم، من يعمل في التشغيل في المناطق الحساسة اللي هي الماء والهواء، لمنع التلوث وفرض الضرائب وتحسين الأوضاع. نشاهد في هذا الفيديو فكرة عن المشروع اللي هو في قناة تليجرام، أو المشروعين 00 و55. شكرا. أمي ممرضة اسمها مهاشي تساعد الأمهات مثل الديد. أزور الحامل في بيتها، تطمئن على الأم والجنين. أذكركم بالديت أيام زمان، فقط افتحي ملف معي. أساعد الأم في كل ما تريد معرفته عن صحتها وصحة جنينها. في الوصف تجدي رقم جوال من مصر للتواصل معي شخصيا، ومع الكول سنتر أو مركز الاتصال 5000 صحة لأخذ موعد شات على برنامج نسكا إم 13 إم 43 إس. كما سمعنا هذا كان في يعني نص للذكاء الصناعي، فهناك فرص لإعادة موضوع الولادة في البيت. طبعا هي قالت الداية، طبعا نحن الإعلان زي كده ما في داعي إنه نعطيه للذكاء الصناعي، يعني يكون وأيضا يكون في تحول لمن بلغ الستين أن يساهم في XAI. طبعا هذا البرنامج يأهل يعني تأهيلي لكي يضمن لنفسه عمل ذا قيمة، بس يكون الساعة $5 لمدة 5 سنوات، وهو برضو اون كول،
بحيث يجيب له يعني 1500 دولار وهو أنكول 12 ساعة. ألقاكم في فيديو آخر بعنوان GNF XAI.